من على قناة الشرقية والشرقية نيوز، هذا هو برنامج روابط وهذه هي العناوين. قناة الشرقية تتابع حاملة قلادة الاستحقاق شيماء الهاشمي التي تبتكر طرقا جديدة ترعى فيها كفيفا ومصاب بالتوحد. جدل تمرير الأحوال الشخصية مستمر والعالم يحذر من التداعيات. ما الذي نعرفه عن جدر القردة حتى الآن؟ قلق في دول عدة. ليس عليك أن تكون بارعا لتبدأ، بل عليك أن تبدأ لتصبح بارعا، وهذا ما ينطبق تماما على حالة الأم العراقية شيماء الهاشمي صاحبة قلادة الاستحقاق التي دعمتها قناة الشرقية لما تبذله من جهد استثنائي مع أطفالها وعشرات الأطفال المصابين بالتوحد أيضا. تدور قصة شيماء حول تربية طفليها بلا مراكز تأهيلية وصولا إلى قيادة مبادرة إنسانية تتجاوز حدود بيتها لرعاية المصابين بهذا المرض من دون مقابل. شنو حمود؟ البارحة حسون تقول لي بعد ما يصير ما تطلع وحدة. ايه تقول لي بعد ما تقول ما اقدر اطلع. ايه وانت عيوني وبابا عيوني وعبودي عيوني. كنا عيونك. ايه كلكم عيوني. اي والله كنا عيونك، يعني لا تقول ما اقدر. انت ويانا يعني كل شيء تقدر تسوي. مو صح؟ ايه. بعد لا تقول ماما انا ما اقدر اطلع لين انا شنو قلت لي؟ لان انا كفيل. اروح لك فدوى امي. اي بس انا صرت بطل اقدر اطلع. اي والله تقدر. شفت شلون بطل انت؟ تقول شيماء الهاشمي إنها عانت كثيرا بعد اكتشاف إصابة ابنتها آية وهي في عمر 5 سنوات فقط بنسبة توحد عالية ومستوى نظر منخفض، ثم جاء ولدها محمد المصطفى الذي يعاني أيضا من انعدام النظر بشكل كلي، بينما نسبة التوحد لدى محمد كانت أقل من آية، وهما كلفا شيماء جهودا لا يمكن تخيلها منذ لحظة اكتشافها إصابة أبنائها حتى حصدت نتائج جهودها وتربيتها الخاصة فيما بعد. حصلت شيماء الهاشمي على ثمار جهودها الذاتية في تربية آية ومحمد، فبدأت ابنتها تتحسن بشكل ملحوظ من خلال الاستجابة للعديد من الأسئلة والتوجيهات والاندماج الاجتماعي، وتحولت من طفلة منفصلة تماما عن محيطها إلى طفلة تستجيب للمحيط، وتراجعت نسبة التوحد بشكل كبير، فبدت الفتاة تتعامل مع المحيط بإيجابية ولا تتصرف بعبث، وقطعت شوطا كبيرا في الإرشادات والأسئلة والتقاطها بسرعة. بس لازم ساعة واحدة بس. أوكي. تعطيني إياها. أوكي. إي. شو تتفرجي بيه؟ فيديوهات. فيديوهات مال منو؟ ماتك اللي أنت مسجلها؟ إيه. هاي سويتوا لي؟ سمعتوا؟ فيديوهات؟ شكرا لي أن سمعتوا كلامي وسلمتوا التليفونات. أما محمد الذي يعاني من فقدان البصر على نحو كلي، فقد جعلت منه والدته طفلا موهوبا يشار له بالبنان، فهو عازف على آلة البيانو بمهارة ويقدم المقطوعات الموسيقية للجمهور ويتجاوب مع تفاعلهم على الرغم من عدم رؤيته للعالم. كما نجح محمد في تقديم محتوى اجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونجح
بشكل باهر، وأصبح لديه متابعين من الأطفال ومن الكبار أيضا نظرا للمواضيع التي يقدمها، ومنها مواد تخص الأطفال والسلوكيات الاجتماعية وغيرها. تقول الهاشمي إنها اعتمدت طرقا ذاتية في تعليمهم كيفية التفاعل مع حياتهم، وهي درست من البداية واجتهدت وتحدت بهذا الاختبار وبالصبر، وجعلته يتحول من عقبة إلى فرصة لمساعدة باقي الأمهات. ستكون ضيفتنا لهذا اليوم السيدة شيماء الهاشمي صاحبة قلادة الاستحقاق لتحدثنا عن هذه الرحلة. أهلا بحضرتك شيماء، وشكرا لانضمامك لنا من استوديو بغداد. ويبدو أنه محمد الصغير أيضا وياك. أي محمد وياك، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا من هذه المقدمة الحلوة، يعني الله يبارك بكم، وشكرا لدعمكم المتواصل عزيزتي لهذه القضية بالذات ولهذه الفئة بالذات، لأن إحنا نفتقر بندعم هذه الفئة. إحنا آخر مرة شفناكم ست شيماء، إحنا آخر مرة شفناكم يعني عند دخول السنة الجديدة، لما يعني كانت بداية هذه السنة، وتوقفنا عند يعني مرحلة التطور اللي يخضعوا لها آية ومحمد الحد قبل 6 أشهر، فشنو اللي تغير بهاي الستة أشهر؟ هواية أشياء تغيرت، لأن إحنا دائما تدريباتنا مستمرة، تطوراتنا مستمرة، محمد إبداعاته مستمرة، يعني المواهب دا تطلع تدريجيا الحمد لله والشكر، دا نقطع أشواط هواية رغم أنه أكو انتكاسات كانت عندنا، انتكاسات جدا قوية. يعني أبسط شيء، أنا آية ممكن أنا حكيت وياك هواية ما يخص آية، آية كانت عندها مشاكل هواية أول، يعني قبل 6 أشهر أنا كنت أعاني أدور على طبيب يقبل يستقبل آية. مع العلم آية أنت يمكن تشوفيها بالفيديوهات تقولين عليها ما عندها أي مشكلة، يعني آخر فيديوهات شاركتيها حضرتك آية كانت تتجاوب وياك وتسألك عن أحوال اليوم وتقول لك إيش سويتي، ويعني كأنها طفلة شبه طبيعية. هذه كلها شيماء، هذه كلها تدريباتك الخاصة؟ نعم، أني أطفاء آية دخلت لحد عمر 10 سنوات عدة معاهد، نعم. لكن آخر معهد كان انتكاسة كلش قوية، فرفضت بعد أنه أنا أسجلها بأي معهد ثاني. فمن عمر 10 سنوات اليوم آية عمرها ما يقارب حتصير 19 سنة، كلها تدريبات بالبيت، بدأت تتطور وياي، أو بدأ التطور يصير عندها من بدينا تدريباتنا بالبيت. زين، هاي بالنسبة اكتشفت هواية أشياء الآية. بالنسبة لمحمد الحالة مختلفة، لأنه هو يعاني من أيضا توحد بس يعني نسب أقل من آية، درجة قليلة، لكن نسبة قليلة. قصتك ويا محمد هي قصة النظر، فشلون مسيطرة على الموقفين بالبيت؟ الحمد لله والشكر، محمد يعني هو درجة التوحد مالته كانت جدا خفيفة، وبنفس الوقت التدخل كان مبكر كلش بالنسبة له. نعم. مسألة العين، أنا مرات يعني هالقد ما احنا ويا يعني محمد عنده ذاكرة جدا قوية، يعني يحفظ كأنه خريطة رسمها بدماغه وحفظها، خريطة البيت، خريطة أي مكان يروح له، يعني حتى المطعم أو المول اللي نروح له مجرد ما يسمع الأصوات البيت تتكرر يقول لي ماما احنا بفلان مكان. يعني هسه من دخلنا للاستوديو قال لي ماما هذا الاستوديو الجانبي براس السنة، هو كان وياي يتذكر. محمد أريد أوجه له سؤال. أهلا حبيبي، شلونك؟ زين. أنت زين. شفت لك فيديو وأنت تعزف، قل لي شنو أكثر مقطوعة تحب تعزفها؟ أحب أعزف مالي سول بالسوق. زين. واحب اعزف صغيره سنت. صح. زين. واحب اعزف حلوه البغداديه. الله، زين، تغني لنا هيك شويه حلوه البغداديه يا ام خدود الورديه. اي عادي، ماكو مشكله. يلا غني لنا. حلوه البغداديه يا ام خدود الورديه، نظراتك من قلبي تزيد دقاتي شوية شوية، حلوة يا البغدادية. الله،
حلوة يا البغدادية يم خدود الوردية نظراتك من قلبي تزيد دقاتي شوية شوية حلوة حلوة والله حلوة حلوة يا البغدادية. الله جديدك شنو هذا الصوت الحلو شيماء. أنا من يمي فرحانة وفخورة باللي دا تسويه، بس خلينا نحكي أيضا عن مساعدتك للنساء الأخريات اللي يعانون من يعني من وجود أطفال. أنا ما أريد أقول أطفال، أريد أقول أطفال بقدرات خاصة، لأنه دائما رب العالمين يأخذ شيء وينطي شيء، فشلون أنت دا تقدرين تساعديهم؟ شوفي اني اول شيء اني بديت الصفحه مالتي اللي هسه انت مثل ما تشوفين انت، اني انشر كل شيء اول باول، انشر كل تدريبات، انشر كل تطور، انشر التدريب واقولهم يعني انطيهم فد فيديو تعليمي عن هذا التدريب، ورا فتره اطلع محمد او ايه اقولهم هذا نتاج تكرار هذا التدريب، انطيهم تدريبات ورشات كلها مجانيه. طبعا احنا كل شهر عندنا ما يقارب ورشتين بالشهر تخص التدريبات اللي هيحاولون يعلموها لاطفالهم بالبيت، احاول اعلمهم شنو الصح، وين يتوجهون، المكان الصحيح اللي يروحوا له، والحمد لله وشكر يعني بسبب الصفحه قدرت افتح المركز، صار اقبال كلش قوي، قدرنا يعني قدرنا نوصل صوتنا ولو بجزء بسيط يعني. اريد اختم اللقاء وياكم، لكن اريد اختمه ويا محمد. حمودي حبيبي، شنو عاجبك تقول يعني الأصدقاءك اللي ايضا عندهم قدرات خاصه وحتى باقي الناس العراقيين، شنو تحب تقول لهم كلمه؟ أول شيء أعرفهم عن نفسي وأقولهم أنا اليوم راح أعزف لكم وأريدكم كلكم تصفقون وياي وكلكم تغنون. زين، وين الأطفال اللي مثلك شنو تقول لهم؟ هم أعرفهم عن نفسي. لا شنو تقول لهم؟ عرفنا على نفسك. يعرفون شنو؟ يعرفون شنو؟ يعرفون التليفون والآيباد والحلويات المو زينة. ويقعدون شنو؟ يتعلمون شنو اذا يعرفون رسم او عزف مو؟ اي رسم بالعزف. اني اسمي محمد المصطفى بسار. حيعرفك عن نفسي. اني موهبتي اعزف بيانو واغني، واني اول لاعب كيكو سينجاي كفيف بالعراق. حبيبي محمد احنا تشرفنا، احلى ضيف مر علينا ببرنامج روابط، واكثر ضيف صوته حلو. شكرا جزيلا لحضرتك ست شيماء، وايضا بوساتنا وقبولاتنا لمحمد، وان شاء الله يوصل صوته ونصائحه لكل الاطفال العراقيين وحتى اهالي الاطفال العراقيين. بالفعل مشاهدينا الكرام، مشكلة التليفون والهاتف في أيادي الأطفال مشكلة يراد نخصص لها أعتقد حلقة مختلفة. أنتقل الآن بكم إلى التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دائما ما تكون مشيدة بالسيدة شيماء وكل الجهود اللي تبذلها بحق أطفالها. هذه الأم العراقية ما شاء الله عليها قلبها كبير وتبتكر طرق جديدة لرعاية أطفالها. هذا كان تعليق نهلة من فيسبوك. أما سارة فتقول بطلة العراقية وما تخلي شيء يوقف طريقها، حتى ظروف صعبة مثل هذه حولتها لمصدر إلهام. أيضا من على فيسبوك يقول مصطفى الله يساعد هالأم اللي تتحمل كل الصعوبات وتطلع بطرق ما حد فكر بيها لرعاية الأطفال. منذ أن مضى مجلس النواب العراقي في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر في العام 1959 وهو يلاقي أصداء كبيرة، كونه هذا القانون يمس جميع القوانين التي يحتكم إليها الملايين من العراقيين منذ ستة عقود حتى الآن.
ورغم أن الضغط داخل المجلس وخارجه دفع البرلمان لتأجيل طرح مقترح تعديل الفقرة 57 من القانون ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، فإنه ما زال يثير مخاوف البعض خشية أن يكون بوابة لتفكيك الأسرة العراقية. وفي الفيديو الذي سنشاهده مشاهدينا الكرام، سيدة عراقية تعمل في دائرة حكومية كانت تستمع لأحاديث بعض الزملاء معها في العمل. قال أحدهم كلاما دفعها للخروج وتوجيه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء العراقي بنفسه ليسمع منها هذا الكلام. طبعا قبل شوية كنت قاعدة بغرفتنا بالدائرة والموظفين بيناتهم جاي يسولفون، موظفين يعني من الذكور، خصوص القانون الجديد مع المرأة. فأحد منهم قال باستهزاء المرأة صارت فلسونس. فأني إذا يسمعني أو توصلون كلامي لرئيس محمد الشيع السوداني ربي يحفظه إن شاء الله، بس أريده يعني إذا أقول تقبل هذه الكلمة يعني. التعديل أيضا وجد طريقه إلى الصحف العالمية، وصارت الأخبار المتداولة عن إمكانية إباحة تزويج القاصرات تحت بنود هذا التعديل عنوانا كبيرا ومانشيتات لمجلات وصحف كثيرة، أبرزها مجلة التايم الأمريكية التي كتبت في عددها: تعديل قانون في العراق قد يزوج الأطفال بعمر 9 سنوات. أيضا من الصحف التي كتبت عن هذا الموضوع هي صحيفة اللوموند الفرنسية، أيضا كتبت في إحدى صفحاتها تقول: في العراق يمكن لمشروع قانوني إضفاء الشرعية على زواج الأطفال. استمرت الصحف العالمية بتغطية ما يحصل من جدل، واقتبست صحيفة الغارديان في إحدى صفحاتها عنوانا يقول: مشروع يسمح للأطفال بالزواج ويضفي الشرعية لاغتصابهم. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، العالم ينظر إلى هذا الجدل العراقي بالكثير من الاستغراب، ولا يمكن لأحد أن يصدق كيف تناقش عبر الشاشات وبشكل علني وفي أروقة مجلس النواب وفي البيوت العراقية أجساد الأطفال بهذا الشكل السافر منذ أكثر من شهر. هذا أيضا ما أكدته الرافضات لمقترح التعديل. بالتأكيد مشاهدينا، العالم ينظر إلى هذا الجدل العراقي بالكثير من الاستغراب، ولا يمكن لأحد أن يصدق كيف تناقش عبر الشاشات وفي أروقة مجلس النواب وفي البيوت العراقية أجساد الأطفال بهذا الشكل السافر منذ أكثر من شهر. هذا أيضا ما أكدته إحدى الرافضات لمقترح التعديل. ولذلك نريد الحديث عن بعض المسكوت عنه في هذا الملف. سنتحدث اليوم مع الدكتور حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا هو رئيس تحرير سياسات عربية. سنحاول مع الدكتور حيدر أن نخرج قليلا خارج السياق المكرر للخلاف طوال هذه الفترة. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور حيدر، وشكرا لتلبية الدعوة بعد غياب طويل عن الشاشات العراقية. ربما تود أو نبدأ من مجموعة التدوينات اللي تكتبها مؤخرا على موقع إكس بخصوص الأحوال الشخصية. طبعا هي تدوينات متشعبة ويمكن حتى تحفر عميقا في التاريخ، لكن دكتور، للشباب الذي لم يقرأ تاريخ العراق، ما الذي يمكن أن نقوله بشأن قانون 59؟ من كتب هذا القانون؟ ما هي ظروف كتابة هذا القانون؟ وهل يتعارض كما يدعي البعض مع الشريعة والدين الإسلامي؟ أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا ست صفا، شكرا على الدعوة، وأحييك وأحيي الجمهور الشرقية. طبعا يعني سؤالك كان مباشر، هي التدوينات
هي جزء من بحث أنا يعني أعمل عليه من سنوات حول قصة قانون الأحوال الشخصية 59 وموقف المؤسسة الدينية منها. بس خليني أجاوب على الأسئلة المباشرة قبل ما أروح لشيء من التحليل أو التفسير، لأنه أنا أعتقد الحملة العودة المتكررة لقانون الأحوال الشخصية من 2003، وبعدين مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري، والآن مسودة التعديل، أنا أعتقد رافقها حملة تجهيل ضخمة، يعني بحيث الكثير ممن يتداولون سواء على السوشيال ميديا أو حتى كتاب مقالات أو حتى شخصيات بالمناسبة، يعني شخصيات لها مكانتها أو هكذا يفترض في المجال الديني أو المجال السياسي أو المجال التشريعي أو المجال الإعلامي، تتداول معلومات كأنها لم تقرأ شيئا عن قصة قانون الأحوال الشخصية. لا، يعني السؤال المباشر، قانون الأحوال الشخصية كتبته لجنة شكلتها وزارة العدل من قضاة، نعم قضاة مختصين، وليس كما بات يشاع أنه القانون كتبته مجموعة من الناشطات اليساريات. هذا ليس صحيحا، والقانون له سوابق. قانون الأحوال الشخصية اللي شرع سنة 1959 له سوابق في سنة 1945. سنة 1945 مجلس النواب العراقي أعد مسودة قانون انتهى منها، يعني اللجنة القضائية في مجلس النواب آنذاك انتهت من مسودة القانون وأوصت البرلمان بسنه، لكن بسبب اعتراضات من المؤسسة الدينية أيضا من السيد محسن الحكيم في ذلك الوقت لم يشرع. وحتى ذلك تلك المسودة كتبتها لجنة مكونة من قضاة، يعني بمعنى نحن نتحدث عن لجنة فنية مهنية، وهذا مدون ومعروف. يعني يا ريت من يتحدث بالقانون يرجع إلى أي كتاب يتحدث عن تاريخ هذا القانون ليكتشف أنه، يعني خلينا نرجع إلى كتاب الأحوال الشخصية اللي كتب السيد محسن الحكيم القاضي محمد شفيق العاني اللي كان نعم 45 في 59. فالقصة يعني ليش صار هذا القانون كلش واضحة. القصة الثانية المهمة اللي لازم أيضا تتوضح غير قصة أنه من كتب اللجنة، هي لجنة فنية مشكلة من وزارة العدل. نعم. القصة الثانية هو هل يتعارض قانون 59 مع الشريعة الإسلامية؟ لم يكن مطروحا أصلا الرؤية، الكونسبت، الفيجن اللي كتب بالقانون وحتى مسودة قانون 1945. الرؤية المطروحة لم تكن استبدال الشريعة الإسلامية، يعني محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية كما كانت تسمى في الحقبة الملكية، استبدالها بقانون وضعي مادي مقتبس من القوانين الأوروبية وتحديدا من القانون الفرنسي. أبدا هذا غير مطروح. الرؤية اللي حكمت كتابة القانون مسودة 1945 وقانون 1959 هو اختيار الأصلح من أحكام الشريعة الإسلامية. إذا دكتور، إحنا اليوم دا نتحدث عن قانون في جوهره قانون 59 مشتق من أحكام الشريعة الإسلامية، ما وجه الاعتراض الآن عليه؟ خليني أقول لك شيء. هو طبعا اللي صار، وأنا أعتقد هذا هو اللي حرف، هناك مجموعة من الأطر الخارجية اللي حرفت تلقي القانون. اللي صار هو إدخال مادة الإرث، واللجنة اللي كتبت القانون يعني مادة المساواة بالإرث بين الذكور والأناث، اللجنة اللي كتبت القانون تقول هاي المادة لم تضاف، هاي المادة تحديدا وليس شيئا آخر، هاي المادة لم تكن في أصل المسودة اللي قدمت إلى مجلس الوزراء سنة 59، وإنما أضيفت في المجلس. نحن نستند إلى القانون الأراضي الأميرية، طبعا ما أريد أدخل بهذا التفصيل لأن كلش راح يشعرنا وما عندنا وقت. ما عندنا وقت. قانون الأراضي الأمريكية كان يساوي بين الذكور والأناث، يعني بمعنى حتى قصة المساواة هي ما أجي أقول لك والله أنا بدي أستبدل نص شرعي، أنا أيضا أستند إلى إرث تشريعي. أنا أعتقد الأطر الخارجية، شوفي ست صفا، أولا هاي المادة اللي دخلت وأنا أعتقد هي حرفت قصة القانون، بس أنا راح أنطيش إذا أكو وقت
ما أتصور شنو السبب الجوهري. اتفضل. إيه أكيد. يعني الجميع الآن يبحث عن السبب الجوهري لإثارة هذه القصة منذ سنوات، يعني حضرتك تعرف منذ 2003 أعيد إثارة هذه القصة وكأنها حرب رمزية مستمرة في بطريقة أو بأخرى، فما سبب اشتعال هذا الخلاف لكل هذه السنوات؟ طيب بس خليني أقول الأطر الخارجية اللي أنا قلت إدخال مادة الإرث. نعم. هذا القانون فرض، هاي مو مثل مسودة 54. مسودة 54 سوتها لجنة داخل مجلس النواب، هذه جت سلطة ثورة قوتها مجموعة ضباط فرضت القانون حتى وإن كان يستند إلى مادة الـ 45. أنا أعتقد هاي كلها سوت نوع من التلقي السلبي لقانون 1959، لذلك يعني خاصة مادة الأرث ألغيت مباشرة بعد انقلاب البعث بـ 63. أنا في تقديري القصة ليست قصة الشريعة الإسلامية أو لا، طبعاً والعقود أنت لو سألين أي قاضي شرع قاضي أحوال شخصية راح يقول لك العقود تتم بناء على اختيار المذهب وفق القانون القائم. يعني وهنا أريد أن أسأل حضرتك وأعتذر للمقاطعة، لكنك تقول بما أن القانون الحالي اللي هو 59 يعتمد على العقود أصلاً المذاهب، يعني نحن الآن عندما نذهب إلى المحاكم نعقد بالجعفري أو الحنفي وهكذا، فنحن أصلاً نعقد بالمحاكم على المذاهب، إذن ما قصة الاختيار؟ تقول التعديل الجديد لا يسمح تقريباً بالاختيار. طبعاً بس أنا خليني بس أقول رح أرجع لهذه النقطة، لأن كلش مهمة قصة الاختيار حتى تنفهم. أنا بتقديري القصة هي قصة الدولة، المؤسسة الدينية الشيعية تحديداً بالنجف، لأنه يعني الفقهاء السنة كانوا أصلاً مدولنين إن صح التعبير. المؤسسة الدينية الشيعية أصلاً استفزها دخول الدولة كمنظم لمجال الأسرة. أنا أعتقد هاي جوهر القضية. والدولة كان يجب أن تصل إلى هذا القانون. يعني نعم دستور 1925 أقر قصة المحاكم الدينية، لكن النزعة الدولتية المتنامية بالعراق من تأسيس الدولة الحديثة بال2021 كان يجب أن تصل إلى هاي اللحظة، لحظة بناء قانون أحوال شخصية الدولة هي تكون المسؤولة عنه. أنا أعتقد هاي جوهر القصة، هاي جوهر القصة ولازم أرجع لها. بس خليني أحكي على قصة الاختيار، لأنهم إحنا الآن التعديل يبدو لي إحنا رايحين إلى صيغة دولة أخرى، لذلك من نقول إحنا من ندافع عن قانون 59. القصة مو قصة الشريعة وقانون وضعي، مو هاي الثنائية. من يتصور أنه الثنائية هي ثنائية شريعة وقانون وضعي هذا واهم، وأنا أعتقد الشارع العراقي يضلل حين تقدم القضية قضية هي شريعة أو قانون وضعي. وين الدولة؟ أنا أقول من يحاجج بمسودة القانون الورقتين اللي تقدمت واللي نشفت واللي قريناها، يعني أنه طبعا أنا أعتقد أكو تعديل، يعني بالصيغة اللي أنا قريتها ما كان موجود أنه أنت تخير تختار القانون أو تختار، ويقال هي صيغة عدلت على كل، لأنه واضح أنه أكو اضطراب بالقصة. نعم، هي حتى المدونات لم تكتب بعد، يقال أنها ستكتب بعد 6 أشهر، لكن سنعود إلى المدونات فيما بعد. لكن ماذا عن الاختيار؟ لأنه الادعاء الأكبر الذي يستند عليه الآن من يريد تمرير هذه التعديلات هو يا عراقيين لديكم حرية الاختيار، ومن يريد أن يبقى في 59 ليبقى، ومن يريد أن يذهب إلى المذاهب ليذهب. هل هذا صحيح؟ طيب هل تسأل الطفلة اللي عمرها 9 سنوات أو 10 أو 11 أو 15 حتى؟ أنا ما أريد أقول لك وضع المرأة بالعراق اللي هو أصلاً وضع مهمش، جسية عمرها 30 سنة وما عندها حرية الاختيار، وإحنا نعرف إحنا أمام إرث ذكوري ضخم، أمام إرث ذكوري ضخم. الحضارة البشرية أصلاً حضارة ذكورية، فلذلك إحنا لما ندافع عن قصة الدولة ندافع عن الدولة كحامي عن مصحح للأوضاع. طيب المرأة أصلا مهمشة، ودائما إذا كانت هي يعني وضعها المادي مرتبط بأبوها أو أخوها فهي ليست صاحبة قرار. طيب هذه إذا هاي المرأة البالغة، ماذا عن طفلة عمرها 9 أو 10 أو 11 أو 12 سنة؟ هل ستختاره؟ أصلا القانون يصنفها كقاصر. لذلك هاي القصة اللي أعتقد ما مفهومة كثير من يناقشون قانون، لما نقول قانون ذكوري وقانون يسلب حق المرأة ما حتفهم شنو القصة. يعني ما حتفهم، هو مو حيدر سعيد اللي راح يقولوا له راح تتزوج على الجعفري وعلى الحنفي اللي مالك أمره وكبير وخمسين سنة وكذا، لا، هل ستختار الطفلة أي قانون
اذا فرض ابوها واخوها او جتها او عمها او اي واحد فرض عليها زواج، هذا اللي نقوله انه ما يقدم باعتباره سيسمح بالاختيار هو لا، هو بالحقيقه ليس هناك خيار. يعني المرأة مصادر خيارها، الطفلة أو القاصر أو الشاب أو المراهقة مصادر قرارها في هذا الأمر. لذلك عندما نقول إحنا نعود إلى جوهر ذكوري فهو هذا المعنى اللي يقصد. أنا ما أدري إذا الوقت سمح دكتور، يعني ختاما ما الذي يمكن أن نقول؟ يعني للأسف أنا أعتقد يعني خلال آخر سنتين هناك في تصوري هناك مشروع ايديولوجي جاري تنفيذه في العراق من خلال مجموعة من المظاهر. فأنا أتمنى بدل ما نفكر الدولة أو من يفكر من القائم على الدولة الآن هو أن يشرع لهاي القواعد، أتمنى أنه يتجه إلى تحقيق العدالة في هاي المجتمع اللي افتقد لعقود للأسف للعدالة. الباحث العراقي والمفكر حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في معهد الدراسات والأبحاث العربي. أقرأ عليكم مشاهدين الكرام الآن التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذات الموضوع الذي جاءت من أكس. تغريد تقول: شلون موضوع قانون الأحوال الشخصية وصل للعالمية؟ شكلها القضية مو بسيطة. أيضا من على أكس يقول مناف: الصحافة الأجنبية ما تتابع إلا المواضيع اللي تثير جدل، ويبدو أن هذا القانون بينها. أيضا من على أكس تقول هالة: إذا حتى الإعلام العالمي دا يتابع جدل قانون الأحوال الشخصية، معناتها منع التمرير قد يصير بضغط دولي. هل ينتشر جدر القردة عبر العالم بعد سنتين من موجة إصابات أولى؟ ما زال الوقت مبكرا مشاهدينا الكرام للرد على هذا السؤال بحسب الخبراء، لكن هذا المرض يطرح حاليا أزمة خطيرة في قسم من القارة الأوروبية ويدق جرس الإنذار في دول أخرى. ما هو هذا جدر القردة يا ترى؟ سأخبركم. عرف هذا المرض بجدر القردة لأنه ناتج من فيروس قريب من الجدر اكتشف في العام 1958 لدى قردة كانت تستخدم في الأبحاث، ولاحقا أطلقت عليه السلطات الصحية تسمية إمبوكس. ويتسبب الفيروس هذا بارتفاع شديد في درجات الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي مؤلم جدا. ورصدت أول إصابة بشرية في الكونغو الديمقراطية في العام 1970، وبقي هذا المرض محصورا لفترة طويلة في حوالي 10 دول إفريقية فقط. لكن في العام 2022 شهد بداية أخرى لانتشار، انحصرت هذه المرة الإصابات في الدول الإفريقية. فما الذي استجد يا ترى وجعل العالم في إنذار مرة أخرى؟ السلالة 1 وهي السلالة الأكثر خطورة التي تسببت هذه المرة بتفشي جدر القردة منذ حوالي العام في الكونغو الديمقراطية، وبنسبة أقل في دول أفريقية أخرى مثل كينيا. لكن الكونغو أعلنت مؤخرا عن تسجيل 548 وفاة منذ مطلع العام الحالي من أصل حوالي 16,000 إصابة محتملة تم إحصاؤها لهذا العام فقط. وهذا التفشي على ارتباط في جزء منه بالسلالة 1، وأيضا كذلك بظهور متحور من السلالة 1 اسمه 1B، يشتبه بأنه أكثر خطورة، غير أنه لم يتم إثبات ذلك ولا يعرف إلى أي مدى سينتشر الفيروس خارج أفريقيا. وهناك بالفعل مصاب واحد في السويد
وهذا المصاب كان آتيا من القارة الأفريقية. أما السلطات الصحية فهي تراقب بقلق شديد انتشار الفيروس حاليا. وفي طليعة هذه السلطات منظمة الصحة العالمية التي أعلنت إنذارا من أعلى المستويات، وذلك بسبب عواقب هذا المرض الخطير في أفريقيا. الناس من على مواقع التواصل الاجتماعي فزعون لا أخفي عليكم، ويتذكرون أيام كورونا. يقولون من على مواقع مختلفة، من أكس أحمد يقول خايف يعيد جدر القردة نفس سيناريو كورونا، وكثيرين يتذكرون بداية القصة. الكل متوجس من تكرار الحجر والإجراءات المشددة. أيضا من على أكس يقول رامي ناس تستهين وتقول كل يوم يطلع مرض جديد وما يهم، ويشوفون الموضوع مجرد ضجة. أيضا من على إكس تقول جمان الأمراض المنتقلة من الحيوانات لابد من أن يجدوا لها علاج واحد ويخلصونه، مو معقول كل شوية حيوان يسد الكوكب. سأعرفكم اليوم إلى لوران شوارتز، الطفل الألماني الذي يبلغ من العمر 2 فقط، والذي أثار دهشة الجميع بموهبته الفنية الاستثنائية. يلقب هذا الصغير ببيكاسو، ويبيع لوحاته بأكثر من 7500 دولار للوحة الواحدة، ما يجعله أحد أصغر الفنانين الموهوبين في العالم. تبرز حقيقة هذا الفنان الصغير من مواهب فريدة، ويغير نظرتنا التقليدية للإبداع. لوران شوارتز الذي لا يتجاوز عمره 2، هو واحد من هؤلاء الفنانين الذين أثاروا دهشة العالم بموهبته الفنية الفريدة. ولد هذا الطفل في ألمانيا، ومنذ نعومة أظفاره بدأ يظهر اهتماما غير عادي بالألوان والرسم. لكن السر وراء نجاح لوران يكمن في والدته التي دعمته بشكل لا محدود. لاحظت الأم موهبة فذة في هذا الصغير، وقامت بتوفير جميع الأدوات التي يحتاجها، وأتاحت له حرية كاملة للتعبير عن نفسه من خلال الألوان واللوحات، ومن خلال أيضا أخذه للمشاركة في معارض فنية محلية. أنشأت له صفحة على إنستغرام، وسرعان ما انتشرت شهرته، وبدأت أعماله تلقى اهتماما واسعا من قبل النقاد وهواة الفن على حد سواء. ساهمت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أيضا في نشر أعمال لوران على نطاق واسع، حيث تنشر صوره وأعماله الفنية بانتظام على صفحات صحف ألمانيا، مما زاد شعبيته وجذب المشترين من مختلف أنحاء العالم. وفي الختام يمكن القول إن قصة لوران شوارتز الفنية لا تعرف عمراً معينا. أقرأ عليكم مشاهدين الكرام التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بيكاسو الصغير من إنستغرام، حيث صفحة لوران المشهورة براء تقول يبدو أن سحر الفن الكلاسيكي يجد طريقه حتى في أعمال الأطفال، ولا أعرف هل هو الفن أم الطفل الأكثر تأثيرا. أيضا من على إنستغرام يقول محمد فاضل من المدهش كيف أن لمسات بريئة يمكن أن تخلق تحفا تقدر بآلاف الدولارات. لا أنكر أن لوحاته فريدة، لكن مبالغ في أسعارها. أيضا من على إنستغرام فاتن تقول نجاح هذه اللوحات في السوق يعكس تزايد الاهتمام بالفن الناشئ وقدرة الصغار على التأثير
في عالم الكبار. كان هذا كل ما في روابط لهذا اليوم، شكرا لاهتمامكم وللمتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.